ده واحد صاحبي كنت اعرفه من زمان، اول ما شفته رقي جري. خلي واحد نفسه يتفتح اكتر ما اقول واحد نفسه مفتوح. طبعا مكرونه كده غريبه اسمها مبكبكه. سندباد ده يا بنتي في الملاهي لما كنا بناخده على السجاده الحمراء وبيطير. مش مظبطاك ولا جدا لا؟ بامانه على راسي. ناخدها تقليبه على طول. اسمعوا كلامها كيف. عارفه اسم المبكبكه جه منين؟ اكله شعبيه وفيها لحمه. طب ازاي؟ احنا مش بناكل اي حاجه كده وخلاص. ياه، عايز اعرف السر، ايه اللي في المكرونه دي؟ رئيس دوله المبكبكه حميد الشاعري. اه والله. هو ده اسمه مبكبكه؟ ايوه مبكبكه. امال ايه؟ مش بالحجم، الخميس الواحده ظهرا على النهار.